بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، شبهة يطرحها معظم الملحدين، يأخذون يتناقلون المعلومات بينهم وبين بعض، تجد أن أحدهم يطرح الشبهة يأخذها الآخر من دون تفكير ويلقيها أيضا. المهم التشكيك، ليس اتباع المنهج العلمي. لذلك مثل هذه الشبهات أيها الأحبة لا تصمد أمام لغة الحقائق العلمية. أحبتي في الله، الشبهة التي طرحت حول الصلب والترائب، ما معنى الصلب والترائب؟ المفسرون قالوا الصلب هو صلب الرجل والترائب هي عظام الصدر. طبعا هم نسبوا عظام الصدر للمرأة، ولكن القرآن لم يقل، القرآن حقيقة لم يقل صلب الرجل وترائب المرأة، لا، قال وتحدث عن الماء الدافق الذي هو النطفة، أي الحيوانات المنوية، يخرج من بين الصلب والترائب. إذن الصلب أيها الأحبة هو صلب الرجل لا شك فيه، ولكن الترائب هي عظام الصدر، قد يكون للرجل أو للمرأة. المشككون ماذا قالوا؟ قالوا لا يوجد أي علاقة بين إنتاج النطاف المنوية وبين عظام الرجل أو العمود الفقري أو غير ذلك، لأن لها نظام إنتاج يختلف عن هذا الكلام الذي قاله القرآن. وبما أن القرآن هو كلام الله فالإله لا يخطئ، وبما أننا وجدنا كما يقولون خطأ علميا في القرآن فهذا دليل على أن القرآن ليس كلام الله. طيب، دعوني أنا أدع الحكم بيني وبينكم، هو العلم الحديث، هو الحقائق العلمية. أنا عندما أحب أن آخذ معلومة طبية دقيقة تتعلق بإنتاج الحيوانات المنوية وأثر العظام عليها، أثر العمود الفقري، أثر ترائب الصدر، لا أذهب لملحد مشكك ليس متخصصا في هذا المجال فأخذ منه المعلومة. هذه مشكلة شبابنا اليوم، يأخذون معلومات طبية من إنسان بعيد عن الطب. أنا آخذ المعلومة الطبية من شخص متخصص وقام بدراسات على هذا الموضوع بالذات. أنا لدي هنا أيها الأحبة على موقع ساينس ديلي، ساينس ديلي، يعني انظروا كيف نحن لا نتحدث إلا بلغة العلم ولغة الحقائق العلمية ولغة البحث العلمي، ونتبع المنهج العلمي حقيقة. وانظروا إلى جميع فيديوهات الملحدين، ليس فيها أي توثيق علمي، لا يستطيع أن يأتي بتوثيق علمي، لا يستطيع أيها الأحبة، لأنه أي توثيق علمي سيبطل كل الشبهات التي يلقيها. هذه الدراسة منشورة هنا أيها الأحبة، هذا موقع ساينس ديلي، طبعا نشرت بتاريخ شهر فبراير، الشهر الثاني، 18/2/2011. هذه الدراسة تقول بالحرف الواحد أيها الأحبة، أول دليل، يعني لأول مرة العلم يكتشف الدور الكبير والحاسم الذي يلعبه الهيكل العظمي بما فيه ترائب الصدر والعمود الفقري في إنتاج الحيوانات المنوية. هذا كلام علمي دقيق وبحث علمي هنا منشور، يستطيع أي إنسان أن يطلع عليه. نحن لا نأتي بشيء من عندنا ولا نزور الحقائق كما يفعل المشككون للأسف الشديد. يعني هذه الدراسة قامت بها جامعة كولومبيا، وتحديدا المركز الطبي في جامعة كولومبيا. البروفيسور الذي قام بهذا البحث هو أستاذ علم الوراثة جيرارد كارسنتي، وهذا هو أيضا صورة الباحث. تمام أيها الأحبة، أنا مضطر لأفعل ذلك لأنني أي بحث نتحدث به، أسهل شيء على الملحد يقول لك أين اسم الباحث، أين اسم الجامعة، متى نشر هذا البحث. إذن أنتم تكذبون أصحاب الإعجاز العلمي هكذا. لذلك أنا مضطر حقيقة يعني أن أعرض البحث واسم الباحث وأضيف أيضا صورة الباحث لكي لا يبقى مجال للتشكيك. يعني أحبتي في الله، هذه الدراسة أنا سأقرأ لكم حرفيا كيف اكتشفت العلاقة بين الصلب والترائب بإنتاج الماء الدافق أو الحيوانات المنوية. سأقول لكم حرفيا، يعني أنا لن أجتهد ولن ألقي كلاما يعني عبثا. اكتشف الباحثون، أنا أقرأ حرفيا ويستطيع أي إنسان أن يضع المقالة على الإنترنت ويتابع معي. اكتشف باحثون في المركز الطبي
بجامعة كولومبيا أن الهيكل العظمي يعمل كمنظم للخصوبة في ذكور الفئران من خلال هرمون تفرزه العظام يعرف باسم أوستيوكالسين. أوستيوكالسين هرمون معروف له دور حاسم في إنتاج الحيوانات المنوية. البحث بقيادة الدكتور جيرارد كارسنتي رئيس قسم علم الوراثة والتنمية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا. واضح التوثيق العلمي أحبتي في الله؟ واضح طبعا. والبحث نشر في مجلة الخلية معروفة. ويركز البحث على التفاعلات بين العظام وبين الجهاز التناسلي وتأثير ذلك على الغدد التناسلية، وكذلك تأثير تكون العظام أيضا على عملية إنتاج الحيوانات المنوية. طبعا هنا يتساءل، يبدأ البحث بتساؤل، قال أردنا أن نكتشف العلاقة بين صلب الرجل، طبعا أنا أقول كلمات الآن قرآنية، ولكن هو يسمي هيكل عظمي نظام العظام كذا إلى آخره، الجهاز العظمي إلى آخره. أردنا أن نكتشف العلاقة بين الهيكل العظمي من خلال إفرازه لهرمون أوستيوكالسين وبين إنتاج الحيوانات المنوية أو الماء الدافق. تمام أيها الأحبة، تقول الدراسة إن إنتاج هذا الهرمون يعزز إنتاج هرمون آخر هو التستوستيرون الخاص بالخصوبة الجنسية عند الذكور. ووجد أن الهيكل العظمي يلعب دورا حاسما في إنتاج هذه الحيوانات وعددها وسرعة تدفقها وجودة هذه النطاف المنوية. هذا الكلام حرفيا أيها الأحبة. لذلك رجاء من أي ملحد ألا يقول إننا نأتي بكلام من هنا أو هنا. علاقة واضحة ومباشرة وحاسمة. طيب أنا كيف أتأكد من صدق هذا الكلام؟ أذهب إلى، انظروا أحبتي في الله، إلى الإنترنت وأكتب العلاقة بين الهيكل العظمي تمام وبين إنتاج الحيوانات المنوية. الحقيقة هناك كثير من المقالات وهناك أيضا دراسات تقول بأن الذي يصاب في العمود الفقري نتيجة حادث، مثلا حادث سير، غالبا الإصابة الشديدة ما تفقده القدرة على الإنجاب. شيء غريب يعني. انظروا هنا أيها الأحبة، هذه أيضا دراسة هنا، أنا يمكن أن نرى مثلا عدد من الباحثين يدرسون تأثير الإصابات التي تحدث في العظام على العقم والإنجاب. هذا رجل مصاب بالعمود الفقري، فقد القدرة على الحركة وأصيب بالعقم نتيجة ذلك. طيب أنا سؤالي فقط، إذا كنتم تقولون إن العمود الفقري ليس له علاقة بإنتاج الحيوانات المنوية، لماذا عندما يصاب شخص بحادث إصابة شديدة في العمود الفقري يفقد القدرة على الإنجاب؟ أجيبونا لماذا. العلم يجيب أن العظام لها دور أساسي في تنظيم هذه العملية وفي إنتاج هذه الحيوانات المنوية. هنا وضعوا صورة أيها الأحبة لأناس، هؤلاء أناس فقدوا أصيبوا بإصابات يعني في العمود الفقري، كما نرى هم مقعدون، فقدوا القدرة على الإنجاب، و يعني يحاول العلماء إيجاد طريقة لإعادة القدرة على الإنجاب من خلال وسائل أخرى. طيب أنا الآن أحبتي في الله دعوني أذهب فقط إلى الدراسة وأتابع الكلام.
الهيكل العظمي مسؤول عن تنظيم الخصوبة عند الذكور، مسؤول عن تنظيم. طيب يقولون إن هرمون الأستروجين من أقوى الهرمونات التي تتحكم في العظام، وبالتالي فإن هناك علاقة مؤكدة بين تصنيع الحيوانات المنوية وسرعة تدفقها، لأنه ليس المهم فقط أن يكون هناك حيوانات منوية في السائل المنوي، لا أيها الأحبة، هناك عدة عوامل. سرعة تدفق هذا السائل أو هذه النطاف، عفوا، الحيوانات المنوية، سرعة تدفقها له دور في التخصيب، في عملية التكاثر. وجودة هذه النطفة، لأن هناك نطفة قد تكون سريعة ولكن غير صالحة للتلقيح، لتلقيح البويضة. والعامل الثالث هو عدد هذه الحيوانات المنوية في المليمتر المربع. إذن هذه العوامل تتأثر جميعا بأي إصابة يتعرض لها الإنسان في العمود الفقري أو في الصدر أو في العظام بشكل عام. ولكن أكبر، كما نعلم، عظام الصدر يعني تعتبر مساحتها كبيرة جدا قياسا لبقية العظام يعني. إذن أيها الأحبة، القرآن الكريم عندما يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، لم يقل يخرج من الصلب، قال من بين. ما معنى ذلك؟ أي أن هذا السائل يتشكل في مكان محدد من الجسم وتساهم في تشكله العظام، النخاع الشوكي، عوامل كثيرة، منها ترائب، الترائب عظام الصدر، والصلب، صلب الرجل، العظام. إذن أين الخطأ العلمي في القرآن؟ أنا أتساءل فقط. تقولون اكتشفنا خطأ علمي، أين الخطأ العلمي؟ أنا حقيقة يعني عندما أرى هذا البحث، أقرأ هذه الدراسة العلمية، وأقرأ أن العلماء متأكدون بنسبة 100%، وهذا الاكتشاف في القرن 21، أن هناك علاقة مباشرة بين الهيكل العظمي وبخاصة العمود الفقري، أهم جزء. على فكرة أيها الأحبة، عندما أرى هذه العلاقة وأرى أن العلماء يؤكدون أن الذي يصاب في صلبه في العمود الفقري يفقد القدرة على الإنجاب، سرعة تدفق الحيوانات المنوية تختلف، والقرآن يقول خلق من ماء دافق، يعني أشار إلى السرعة. السرعة مهمة جدا في الإنجاب على فكرة أيها، في إتمام عملية التلقيح. عندما أرى هذا الكلام يقوله العلماء وأرى أن القرآن يؤكد ذلك، معنى ذلك أن هذا التطابق بين العلم والقرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.